امبارح رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي شهد جانب من فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العالمين الجديدة، وأعطى إشارة البدء لتنطلق المرحلة الثانية من مبادرة 100 يوم صحة في المرحلة الثانية طبعا من مهرجان العالمين الجديدة لمختلف محافظات مصر. خلينا نشوف مزيد من التفاصيل في هذا التقرير اللي عمله زميلنا محمود جميل. بنرحب بحضراتكم من مدينة العالمين الجديدة، ولسه متابعتنا مستمرة في كل الفعاليات الموجودة. لكن الحقيقة احنا بنشهد حاليا اطلاق مبادرة 100 يوم صحة في المرحلة الثانية اللي بتنطلق من هنا من شارع الخدمات الصحية ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، واشارة البدء اللي اطلقها دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. كل سيارات الاسعاف دي وخدمات الصحة هتنطلق لكل محافظات الجمهورية لتقديم الخدمات الطبية المكثفة، وكمان المبادرات الصحية اللي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. رسالة مهمة جدا بتنطلق من مهرجان العالمين الجديدة إلى محافظات مصر. النسخة الثانية من مبادرة 100 مليون صحة، والحقيقة دي المبادرة بتحظى بدعم كامل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو الحقيقة اللي كان وجه ان احنا نطلق هذه المبادرة المهمة جدا 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 اللي بنستهدف من خلالها كدولة الوصول للمواطن المصري في مكانه في اي حتة في ربوع الجمهورية، ونقدم له كل الخدمات الصحية المتطورة اللي ممكن يكون بيفتقدها في المكان الجغرافي او بحكم بعده، أو إن يبقى مكان نائي، أو ما بيبقاش فيه الخدمات المتوفرة أو المتطورة جدا في مجال الصحة. كل الجهد ده بيبقى محتاج تسويق وترويج، مش فقط للعالم الخارجي ولكن أيضا للمواطن المصري عشان يعرف حجم اللي بيتعمل على الأرض إيه ويقدر يستمتع بهذا الموضوع. من هنا كان طبعا دور الشركة المتحدة وأيضا الحقيقة كل الزملاء اللي ساعوا وراعوا وهذه النوعية من المهرجانات، مهرجان العالمين اللي بيتعمل لتاني سنة، يعني الحقيقة حاجة تفرح، وبيبقى أنا عايز أقول ده بيبقى جزء من قوة الدولة المصرية في جذب السياحة وجذب الاستثمارات. النسخة الثانية من 100 يوم صحة بيتم انطلاقها، والعام الثاني مع دولة معالي رئيس الوزراء بيدشن انطلاق المبادرة. المبادرة دي طبعا في الفترة دي مدينة العالمين ومهرجان العالم عالمين مدينة العالمين كل الاهتمام وكل الدعم في المكان ده، وكل أنظار العالم موجودة في المكان ده، عشان كده لازم وزارة الصحة كانت توثق الحدث الكبير ده من مدينة العالمين. مبادرة 100 يوم صحة، 100 يوم من الخدمات المقدمة لكل أهالينا في كل مكان، خدمات بتوصل لهم لحد عندهم، تكثيف لخدمات وزارة الصحة، مستشفيات، وحدات الرعاية الأولية، قوافل العلاجية، المبادرات الرئاسية. إن شاء الله إن شاء الله في الفترة دي نقدر إن احنا نخدم أكبر عدد، إن ما كانش كل شعب مصر الموجود يستفاد من المبادرة دي. المبادرة دي بتغطي كل الفئات العمرية وكل الأنواع من الرجال والسيدات والأطفال وكبار السن. مبادرة ضخمة، حدث كبير جدا يستحق ان هو يكون موجود وينطلق من مدينه العالمين. وحده الرنين المغناطيسي المتنقله، ودي عربيه وحده الرنين المتنقله اول عربيه على مستوى الجمهوريه او على مستوى الشرق الاوسط لخدمه الناس في الوصول الى الفحوصات اللازمه. طبعا احنا بنتنقل بيها في اي محافظه تحتاج العربيه، تمام، عشان نوصل لاكبر قدر ممكن من المستطاع يعني المطلوب. وان العربيه باذن الله داخله المبادره الرئاسيه في الكشف المبكر عن سرطان البروستات. احنا بنوصل لاقرب مكان محتاج ليه العربيه، يعني اي مكان محتاج فيه العربيه احنا لازم نروح له طبعا عشان نقدم الطلب او نقدم الخدمه للمواطنين، ودي بتبقى خدمه انسانيه. العربيه بيبقى عباره فيها عن اسانسير، لو حد محتاج يطلع في الاسانسير
والعربيه المتواجده بتبقى شغاله على مدار 24 ساعه في اي مكان. احنا شرفنا النهارده بزياره دوله السيد رئيس مجلس الوزراء لاطلاق حمله 100 يوم صحه للنسخه الثانيه لعام 2024. زي ما حضرتك شايف هي رساله بتوصل لجميع اهلنا في كل مكان في مصر ان وزاره الصحه المصريه عندها امكانيات كبيره جدا انها توصل لكل مواطن. احنا عندنا العديد من المبادرات اللي بنشرف برعايتها من قبل السيد رئيس الجمهوريه في كل التخصصات وفي كل الامراض. احنا الرساله اللي بتوصل ان احنا موجودين واحنا فعلا مهتمين وعارفين ومش هنسيب اي حد يحصل معاه اي مشكله صحيه غير لما هنوصله. رسالتنا لمحافظه مطروح بالذات زي ما حضرتك عارف ان هي محافظه ممتده ومحافظه حدوديه وصحراويه، لا احنا جاهزين ان احنا نوصل لكل الاماكن، نوصل للحدود كلها، نوصل لاهلنا. انتوا في عينينا، احنا مش هنقصر معاكم ابدا، بالعكس احنا بنستهدف دايما الخدمه توصل ونرقيها كمان ونزود مستواها ومدى تغطيتها.